سيرين عبد النور، شو هالمحل الحلو اللي نحن فيه؟ اهلا وسهلا فيكم. اول شيء انا اول مره بكون هيك بصراحه بانترفيو من فتره، وانا كثير مبسوطه اني موجوده معكم. والمحل الجديد كمان مثل ما شايفين هلا بنحكي عنه اكثر تفاصيل، يلي هو اسمه سويت هارتس كلوب، بيختص باعياد ميلاد للاولاد صغار من 3 سنين لل 13 14 ولا حتى 15 سنه، يعني حسب. هو اربع وجهات، يعني خليني اخبرك عن وجهه هي بتختص بالبيديكور مانيكور كوافير للصبايا، الوجهه الثانيه اللي هي كمان كوافير للشباب، والوجهه الثالثه اللي هي ريسبشن للاهالي، والرابعه يلي نحن موجودين فيها هلا النايت كلوب يلي بيلتقوا فيه الصبايا والبنات والشباب لحتى يحتفلوا باعياد ميلادهم بنايت كلوب كتير صغير هيك، بافكار هيك جديده، ميوزك كأنه نايت كلوب، يعني مش مخ ما يعني ما خسرنا او ما استخفينا اذا بدك، عاملين نايت كلوب، نايت كلوب للاولاد. لا يعمل. نعم، من عمر يعني تقريبا اربع سنين، يعني انا بنت اختي هلا نهار السبت رح نفتتح المحل اذا بدك ببيرث داي تبعو عمرها خمس سنين، وعازمين لاصحابها وهيك، لا كمان الاحد في عنا بيرث داي كمان بعمر السبع سنين كمان لزبونيت للمحل، فمبسوطين كتير. وحتى انه عنا جمعة الجاية بيرث داي لعمر 13 سنة. هل هي خطوة سنين عبد النور عم تعملها كرمال تعمل شغل موازي او على يعني باراليل للفن؟ ممكن، يعني هي فكرة مش غلط انه دايما الفنان يحسب حساب انه اذا عنده الاحساس انه يكون بزنس مان او بزنس وومن، يعني ليش مش غلط، بس هو دايما كانوا يسألوني ليه ما بتعمل شيء للولاد، لانه الولاد بحبوك، فكانوا يعرضوا علي انه اعمل اذا بدك اغاني، كنت كتير بحب فكرة الغنية، بس بحس انه صارت يعني نعملت وما بدي اقلد حدا، يعني يقولوا اه فنان عم بيقلد فلان، فحبيت انه لما عرضت علي اختي هي صاحبة الفكرة الاساسية، لما عرضت علي الفكرة كتير رحبت فيها، وعلى طول يعني هيك دغري فكرنا انه نحط البلان ونقعد مع المهندس ونشتغل ونلاقي اللوكيشن، فهو الفكرة بلشت فيها سمين وكفيناها سوا. الف مبروك سيرين، المحل كتير حلو. بنرجع للفن، شو صار مع روتانا؟ ما صار شيء جديد بصراحة، يعني نحن هلأ بالمرحلة الأخيرة، يعني لأنه أنا من بعد أنا عمري معاك طلبت أنه ينعمل لي ألبوم، يعني كليب مش ألبوم، كليب من ألبومي الأخير يلي نحن تعودنا أنه بألبوم ليلة من الليالي نعمل لي كليبين، وبألبوم عليك عيوني كمان عمل كليبين، فكنت طالبة من ليالي الحب أنه ينعمل لي كليب تاني غير أنا عمري معاك يلي أنا عملته معك، يعني كنت اتفقت مع الشركة لما نزلنا الألبوم انه هالمرة يكون في شوي اهتمام اكبر بهذا الألبوم، وخاصة انه انا يعني اثبت حالي كفنانة كمان، يعني بعد نجاح اكتر من غنية رغم كل المحاربة الموجودة فيها ورغم كل الاشياء اللي بتصير، يعني منافسة كتير كبيرة كمان، فبلشنا بداية كتير حلوة ما كفينا فيها. مين يلي قصر سنين؟ تأثير من مين؟ ما بعرف يعني، بس أكيد مش مني. خليني أقول لك إنه أنا يعني لما بشتغل الشغلة من أولها لآخرها بكون كتير منتبهة وكتير أخذ ببال المسؤولية، يعني مسؤولية تجاه شركتي، تجاه الجمهور، تجاه المعجبين، يعني تجاه نفسي كمان، يعني لما بعمل شيء ما يكون في خطوة ناقصة. فعملت ألبوم حلو كامل متكامل 8 أغاني، يعني اشتغلت مع مروان خوري، اشتغلت مع يعني منير عساف، مع يعني مع أشخاص أسامي كبيرة بيشتغلوا مع كتير من الفنانين المهمين يعني على الساحة العربية كمان، ف يعني ما استرخصت بلحن ولا بكلمة ولا حتى بصوتي، يعني حتى أنه أنا كنت كتير عم بشتغل على حالي لأداء، أنه أعمل أداء يكون لايق يعني بتالي ألبوم لإلي، ف بعتقد أنه أبداً ولا 1% أنا قصرت، حتى يعني لما بينطلب مني أن أعمل ألبوم أو كليب، يعني حتى لو عندي شغل بالمقابل تمثيلياً بوقف التمثيل لحتى أشتغل بهيدا، بس صاير إشياء وبصير إشياء بالشركات، يعني أنا ماني سبتني بالوقت الحاضر، عم نفكس الكونترا إن شاء الله، يعني إذا إن شاء الله ان شاء الله بدون مشاكل، هيدي هي الكلمه ان شاء الله، لانه لا ليك اذا بقول لك باتيسيا الحقيقه انا كنت كثير بحب انه نضلنا يعني مع بعض، وانا عن جد يعني هلا يمكن حدا منهم عم بيشوفنا، يعني انا بحب كل شخص بروتانا من اصغر الشخص كموظف لاكبر الشخص، وسمو الامير على راسنا جميعا، يعني كفنانين اشتغلنا كثير وساعدنا كثير بالفن اللبناني والعربي، بس كل انسان وكل فنان عنده طموحاته
وعنده أهدافه، ولما يحس إنه في حدا عم بيوقف له هالطموحات وهالأهداف بده يعني يفكر بهالنقطة ويشوف حاله وين الأنسب له وشو مصلحته. وأنا بالوقت الحاضر عم بعمل مصلحتي. طيب سيرين، ممكن يكون لأنه أنت طلعتي بأكثر من مقابلة تلفزيونية، يعني رفعت الصوت وتشكيتي، ويمكن لأنه الفانس تبعولك ما بننسى الاعتصام السلمي اللي عملوه واللي هو كان كتير بريء وكان أول مرة بصير مع فنانة داخل شركة روتانا، ممكن يكون هذا الموضوع استفزهم أكثر وبركي حط عصب دوليب أكثر؟ ما بعتقد، لانه احنا ما قللنا ابدا من الاحترام، ونحن معروفين باللبنانيه عندنا ديمقراطيه، يعني سياسيا عندنا ديمقراطيه، كيف فنيا يعني يسمحوا لنا فيها؟ بس ما بعتقد ابدا انه هذا الشيء بأثر، لانه طول ما انت عم بتوجه الكلمه بصوت عالي باحترام ومحترم الاشخاص اللي قدامك وعم تطلب حقك اللي هن بيعرفوا شو هو، يعني خاصه الاشخاص اللي عم نتوجه لهم بالحديث ناس كبار يعني بثقافتهم وبخبراتهم، يعني مش عم نحكي مع حدا ولد يعني. فلما منروح منطلب بصوت عالي ورا الكواليس قدام الكواليس نفس المطالب وبكل من الاحترام، ما بعتقد انه هذا بكون استفزاز. وانا دايما كنت اقول انه بكل محبة وبكل احترام بتمنى انه انا هيدي شركتي اللي انا بعتبرها بيتي انه يكون مرتاحة بهالشركة ولحتى استمر. بس يعني لما يعني بتصرخي والصوت ما بيوصل وبتعلي صوتك ورا الكواليس قدام الكواليس ما بيوصل الصوت، يعني بعتبر انه في مشكله يعني ما شكلها رح تنحل. فبتلاقي يعني بتلاقي انه شو المقابله اللي ممكن تعمليه انت لحتى انك تلحقي حالك بمصلحتك، لانه باتريسيا كلنا بنعرف وحتى اللي عم يسمعونا يعني من خلال روتانا ولا من الجمهور بيعرفوا انه الفنان عمره قصير، يعني في العمر الذهبي، يعني مش ممكن انا بعد 10 سنين اكون مثل هلا، يعني فانا بدي استفيد من هذا الوقت، وخاصة انه انا عم بجتهد كتير يعني وبكل هالمنافسة الموجودة فيها لحتى يضل اسمي لامع ولحتى يكون اسمي اكبر يوم بعد يوم، فرح اشتغل على هالاساس. عذرينا على السؤال، بس لما الاستاذ سالم الهندي طلع مع زافان على الفيوتشر وحكي عن عدد من الفنانين رح يصيروا خارج شركة روتانا، كان انت حسيت انه ممكن يكون اسم سيرين عبد النور من ضمنهم، كرمال هيك انت سارعت انك تفكس الكونترا؟ عذرينا.